متابعات. متابعات رصد يومي لأهم قضايا واهتمامات المواطنين. متابعات. متابعات من الاثنين إلى الجمعة من الرابعة إلى الخامسة بعد الزوال على راديو بلس. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في إذاعة راديو بلس أكادير في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم اليومي متابعات. برنامج كتلقاو من المستمعين الكرام من الاثنين حتى الجمعة من 4 وقسم حتى الخمسة. برنامج يعنى بمتابعة ومناقشة مختلف القضايا اللي كتهم المواطن بجهتي سويس مسا والمدن. اليوم المستمعين الكرام كنفتحوا نقاش حول موضوع ديال النقل، يعني النقل في أكادير، في أكادير الكبير بشكل عام، لأن مجموعة المواطنين كيعانيو من المشكل ديال النقل، خاصة في المحطة الطرقية، فسميتو في المحطة ديال الباطوار، كذلك بعض من المحطات في أكادير الكبير. لهذا الغرض تواصلنا مع السي حسن أبو المحاسن اللي هو الكاتب الوطني والمنتدب للأمين العام للنقابة الديمقراطية للشغل، على أساس أنه نناقشوا معه هذا الموضوع ديال التاكسيات من أكادير. علاش بالضبط الناس كتشكى بزاف من الغياب ديال التاكسيات، مجموعة التاكسيات في المحطة الطرقية بأكادير وكذلك ببعض المدن بالجهة. سي حسن، أولا أنتم اليوم درتوا اجتماع في الولاية ياك، أشنو هي من المخرجات ولا أشنو تقال، أشنو الدار في هذا الاجتماع هذا ديال اليوم في الولاية؟ نعم سيدي، شكرا بعدها وشكرا على قناة راديو بلس، دائما مواكبين لجميع الأخبار الخاصة بالفدرالية سيدي الوزراء والمشاكل اللي كيتخطوا فيها، وكذلك زملائنا الكرام. نعم اليوم بطلب منا تم لقاء مع رئيس قسم الاقتصادي للنقل والتنسيق تحت تعليمات ديال السيد الكاتب العام مع رئيس قسم ديال الرخص والاصدقاء. وضعنا امامه عدد من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وخصوصا هذا التعليق، يعني كما كيعرف الجميع ان هناك عدد من المسائل التنظيمية اللي دائما احنا كنواكبوها مع قسم الاقتصادي في هذا الشأن، كذلك بالخصوص يعني الرخص ديال الارتقاء والتجديد ديالها، وكذلك التسجيل داخل صندوق الضمان الاجتماعي، والشركات دابا اللي ولات كترخص لها الولاية الناس اللي عندهم اكثر من سيارة الأسرة، كل شيء هذا النقاط ناقشناها، وكذلك ان هناك عدد من السيارات اللي تحبس الآن من السير والجولان اللي هما كانوا سيارات متعلقة، وهذا هو الإشكال اللي كان كيخلي مدينة أكادير كتعيش هذه الأزمة ديال النقل. نعم. بخصوص الموضوع ديال هذه السيارات المتعلقة، شحال تقريبا العدد ديالها؟ تقريبا كاين 150 سيارة في الصف الثاني، وكاين 100 سيارة في الصف الأول. بلي كنقول أبو الأسياب والمحاسن المتهلكة، أشنو كيعني؟ واش ما بقاش تقنيا، واش ما عندناش الحق تهز الناس، ولا أشنو بالضبط شكل القصد بلي كنقول متهلكة؟ نعم، كاين النقطة الأولى اللي هي تقنيا أن سيارة يعني بحال الشكل ديال البيجو. لا بلا ما تقول اسم الشركة، ماشي مشكل، انواع هادو انواع كثيره اللي الان راه ما بقاش كيشوفها الزبناء ديال مدينه كادير، وكذلك السكينه، وكذلك السيارات ديال الصف الاول اللي كيعرفوها كاملين الناس، وهذه واخا نقولها هذيك النوع ديال 240 اللي ما بقاش حتى هي كتشتغل في القطاع ديال سياده الاجره بالنسبه للصف الاول. وكذلك هناك مسائل اللي تنظيميه اللي جات لها المذكره 57، لان كل سياره اللي ما عندهاش دوا الحقوق في الرخصه ديال السياره ديالها والتحويل ديالها ما كاينش كتسحب، لانها ما بقاش بغيت الشغل. كذلك كاينين الناس اللي حطوا الملفات ومازال ما تحولوا ليها، ومذكر الميزانيه كتنص لانها كل سياره صاحبها متوفي خصها توقف بحيث الى إعداد ملف تحويل أحد الناس اللي عندهم مستحق الشيء يسترجوا فيها مرة ثانية بناء على المذكرة الوزارية اللي أعطت بعض الأمور كأرمال أو الأرمال بالنسبة للزوجة والزوجة، وكذلك الأبناء المعيزين
واللي عندهم في وضعية هشة، وكذلك سائق مهني إذا كان ابن ديال أحد كان المستفيدين الأول من المأذونية وهو سائق مهني حتى هو ملحقو باش ترجع في سميتو. هادو هما علاش توقفات هاد السيارات، عندهم كلهم الإشكال في هاد المسائل. طيب لا بس يا أبو المحسن، واش هذا هو السبب الرئيسي أن مجموعة المواطنين كيمشيو مثلا المحطة ديال الباطوائر ولا المحطة ديال الإنزكان بلا ما كيلقاوش تاكسي؟ واش هذا هو السبب أن ما بقاوش العدد نقص؟ هذا هو السبب الرئيسي؟ لا، كاين هناك عدد من الإشكال ما بينهم. بالنسبة لهذا الصف الأول في المحطات ما بين نقطة الانطلاق ديال أكادير وإنزكان، لأنه هناك بعض المسائل التنظيمية، وكذلك كنعرفوا في الوقت ديال الدورة الوقت اللي كيكون فيها الناس من إنزكان إلى أكادير، كنعرفوا بأن الساكنة في إنزكان كلها كتجي في واحد الوقت المدينة أكادير للاشتغال أو للقضيات الحوائج ديالهم المعارف ديالهم، وعاوتاني في المساء كيكون الرجوع، وهذا كيكون واحد النوع ديال الضغط. يعني ملي كنمشيو لنقطة الأليف كنلقاو السيارات واقفين بكثرة، ولكن في الرجوع عاوتاني كيكون العكس، وزيادة على ذلك السيارة الأجرة إذا مشات مثلا عامرة ورجعة فارغة باش تدخل عاوتاني، إذا ما كاينش هناك ربح، لأنه التسعيرة وزيادة على ثمن الغازوال ما غاديش، يعني التاكسيات ما كيخدمو. هذا هو الإشكال، اللي كيمشيو كيبقاو عاوتاني خص يرجعو عاوتاني عامرين. هذا الإشكال ديما كتعيش فيه السيارة الأجرة خصوصا في مدينة أكادير ومحطة مدينة أكادير. زيادة على ذلك أن هناك سيارة اللي خلف الانطلاقة ديال مدينة أكادير اللي كتحمل اللون الأصفر والأبيض، وكاينة الانطلاقة ديال أكادير اللي كتحمل اللون ديال الأبيض والأزرق. وهنا كل واحدة منظمها المسائل، لأنها ما يمكنهاش عندهم هما اتفاقية بأنها من المحطة إلى المحطة خاصة عاوتاني تأخذ الركاب وترجع. هذا هو الإشكال، ولكن كتكون دائما المشكلة في المدينة الساعة ديال اللي كتكون فيها كما كنقولوا الساعة ديال الضغط ديال الزبناء اللي كيجيو كامل، إما عند الرجوع أو كذلك ملي كيجيو كتجيو على مجموعة ديال الناس، ولكن من بعد كتمشي ديك الساعة ولا نص ساعة المكان كترجع الأمور كما هي. زيادة على ذلك في وسط المدينة كاين واحد شوية ديال الغياب ديال سيارة الأجرة الصيف الثاني، نظرا كيما أن هناك عدد من السيارات اللي تحبات، وملي كنشوفوا العدد الإجمالي كتلقى دائما واحد الجزء إما كيكون بالإصلاح إما كتكون ديك النقطة ديال التبادل ما بين السائقين، وهاد الأمور كلها كتبان أن هناك غياب ديال سيارة الأجرة أو أن سيارة الأجرة خاصة. وكذلك أن مدينة أكادير في توسع والسكان في تزايد، وسيارة الأجرة ما باقي العدد ديالها هو هذاك. نعم سي أبو المحاسن، عفوا، بالنسبة للنقطة اللي بعض المواطنين كيقول بأن كيمشيو المحطة بعض التاكسيات كيتخباو تكتزاد ديك 50%، واش هاد فقط أنا بغيت التعقيب ديالكم كمهني كمسؤول، واش هاد المسألة كاينة ولا ما كايناش؟ لا، لأنه دائما كاين الشرط وكاين الأمن وكاين القوانين اللي كتنظم هذه المسائل. إذا كاين هذه الأمور راه إذا كتبت شي سائق أنه راه عنده غادي يدوز للجنة الإدارية وتحمل منه رخصة الثقة، وكذلك السيارة ديالو غادي توقف على العمل، وكيكون التزام واحد الالتزام ديال صاحب السيارة بأنه ما يقومش بذاك العمل. المواطن الله يهديهم خصهم يعرفوا بأنه ديك الوقيتة المواطن كلهم كينزلوا للمحطة ذاك ديك الطاقة ديال الزبناء، لأن السيارة الأجرة كبيرة، كاين واحد المجموعة تكون في المحطة، وحدة كتركن أمام الفنادق السياحية، وحدة أخرى كتكون في المطارات، إذا كاين أخرين اللي كيمشيو للمدوخين، هذاك العدد راه كيتفرق هاد الجميع ديال النقاط، وهنا كيجعل هاد الأزمة كتكون ديال راه كنقولوا دائما واحد السوية، واحد النصف على المكانة كدوز، أما 50% هذا دائما كيتردد في أوساط ديال الزبناء ديالنا الكرام. وكنقول لهم بأنه إذا درتو شي سيارة بأنه كتخبى ولا بأنه مبغاش تاخذ أي شرطي ديال الأمن كاين تما، غادي يبلغوه بأنه السيارة مباشرة دينا، غادي تاخذ الإجراءات القانونية ضده.
الامور كلها ما كاينش ناس ابو المحسن اللي كيصور في كداول في موقع التواصل الاجتماعي اعتقد في الدار البيضاء ولا انا اعتقد الدار البيضاء ولا الرباط تبت هاد المساله ديال الاختفاء ديال بعض السيد وكيجيو الرجال الان وكيجيو كي مباشره اما كيسحبوا منهم الرخصه هذيك الرخصه ديال الثقه ولا كيطلبوا منهم ان التحقيق ولا ربما الاحاله على الولايه وبالتالي فهاد مثل هاد الصور هذه اللي كتبان هاد الفيديوهات هي اللي كتثير الانتباه ديال المواطن وبالتالي كيعتقدوا هذا بطبيعة من حقهم لان المواطن كيعتقدوا انه ربما نفس الشيء اللي كيدير في الدار البيضاء والرباط راه نفس الشيء انه في بعض الاحيان كنلقاو بعض السيد كيتخباو في بعض الازقه كتزاد 50% هذه وجهه نظر ديال المواطن بطبيعه الحال انتم عندكم وجهه نظر اخرى انتم كتنفيوا واش كتنفيوا ولا كتاكدوا هذه العمليه ولا لا احنا كنفيو بالنسبه للمدينه الاكاديميه لان المدينه الاكاديميه ليست كمدينه الدار البيضاء وكنعرفوا كيكون عاوتاني الازدحامات ومن حق سياره الاجره في هذا الوضع في هذا الوقت الراهن بتزايد ديال الثمن ديال الغازوال والطرق وهذا المسائل كيكون مثلا كيوقفوا ماشي كيتخباو حتى عاوتاني ترجع الحركه السيريه في التنفس لانه السيره اذا حاد واحد النقطه مثلا في الدار البيضاء أيوة غادي يمشي في ديك 10 دقائق 5 دقائق غادي يولي في نص ساعه ولا ساعه ولا حتى ساعتين ديال المكانه وكنعرفوا ما معنى الدار البيضاء والمدن الكبرى ولكن اكادير ما بين انسكان واكادير كتكون ديك الوقيته و 50% الان راه ما كتبدا حتى 9 الليل وكتنتهي مع 5 الصباح يعني حنا دخلنا في الفتره ديال يعني 9 الليل ما كيكونش فيها هذا المشكل ديال 50% باش نتسناو عاد السائق اللي غادي يتسنى من 6 العشيه من 5 العشية هو اللي خاسر تسنى ساعتين 3 ساعات حتى تزيد 50% ربما نقولوا غادي تسنى واحد ربع ساعة نص ساعة في المكانة إذا كان في ديك النقطة إيه ولكن نص ساعة ساعتين 3 ساعات في المكانة باش نتسنى طلع 50% هذا يعني من حق المواطنين يعني أنك يشوف حالات أخرين اللي فيهم هاد الأمور بالنسبة للمحطات الإشكال اللي كاين كما قلتوا بأنه كيكون واحد النوع ديال الضغط ديال الركاب ديالنا كيجيو في واحد الوقت لانها كيتفرغوا من العامل ديالهم ومن الفنادق والمعارف كيرجعوا للمدن او العاملات المجاوره والعقارب ديال المجاوره للمدينه الاكاديميه في واحد الوقت وفي واحد الزمن وهذا هو اللي كيجعل الطوابير ديال المواطنين ولكن من بعد اللي كتولي تساعد المكان لانه كيولي السياره غاديه بداك الضغط وما ينساش الزبون ديالنا بانه في ديك الضفه الثانيه راه ما التاكسيات اللي جالسين خويا كيتسناو من يناديهم هنا فين غادي خصنا يكون عندنا المشكل لانه اذا جاء فارس من النقطه ديال الذهب راه ما غاديش يكون عنده الربح مثلا نعطيك مشى في الحلاف واحد المبلغ معين خصو يرجع عاوتاني في ذاك النفس بنفس المبلغ بنفس الركاب باش يكون عنده التوازن ديال الي والوتر كما كنقولوا لان ما يمكنش غيمشي عمرو يرجع فارس باش يلبي للزبناء اذا هناك اشكال في النقل والتسيير والتنظيم ديال الحظيره ديال السبب المحاسب بخصوص هذا الموضوع ديال السحب ديال تقريبا 150 سياره اجره صغيره بعدد الاضافه للصف الثاني شنو واش كاين شي يتعوض هذا الرقم هذا ولا شنو غيدير في هذا الجانب هذا واش هذا هو الاشكال اللي دائما كنطرحوه لانه الان هذه السيارات تسحبوا هناك عدد من السائقين في الاطارات والبطاله وما كاين تعويض ديالهم كذلك هاد المأذونيات اللي تسحبوا وما غيرجعوا اذا هناك سياسه من وزاره الداخليه مستقبلا ان صغير الاجره غادي يكون عندها بدائل اخرى من انواع اخرى جديده وكما كنعرفوا الان بزاف وسائل اخرى في داخل في النقل وهي غير مرخصه وكنتمنى حتى هي تكون مرخصه باش يكون واحد النوع ديال التنافس الشريف وتكون واحد المسألة ديال ما بين الزبناء ولقاو وسيلة النقل أمامهم. نعم سي أبو المحاسن بالنسبة لهذا السحب العملية ديال السحب واش كان إنذارات قبل؟ واش تعطى شي وقت مثلا الإصلاح ما يكون إصلاحه باش تقاد الطوموبيل باش تقاد السيارات ولا شنو دار بالضبط؟ نعم بالنسبة يعني الوقت والزمان وكذلك التبليغ لهاد الناس اللي عندهم هاد المشاكل ديال الإدارية وكذلك اللي معدوم ذوي الحقوق واللي خصو يكون تحويلات راه قانون واضح وكيعرفوه المهنيين بأنه كاين مدة ديال 6 شهور بل مدينة أكادير ضفت لهم عدد من المرات الإعلانات وبطلب من أصحاب المأذونيات وأصحاب السيارات قالوا باش يكونوا لدى تبديل وجددوا لهم وعاود جددوا لهم إلى أن يعني استوفت جميع
المراحل ديال التمديد. وبديك نحن سيد ولي مشكور لأن أولا هاد السيارات شوهو جمالي بخفير، وكذلك لا يمكن للأقل أن نشوفوا بعض السيارات المتهالكة باقي كيركبوا فيهم زبناء ديالنا الكرام، ولذلك تحبوا من يستعموا الجولان. والحمد لله الآن كنشوفوا مدينة قدير الشوارع ديالها من سيارة الأجراء كلها من الأنواع جديدة ومن الرفيعة، وما بقاش بقي الأنواع اللي كانت متهالكة وتخافوا في الشوارع وعدد من الأمور. بخصوص موضوع آخر سجد مؤخرا، هو بالنسبة للشروط ديال تجديد رخصة الثقة بيرمي دو كونفيونس، هو أن السائق المهني يكون مجدد في الضمان الاجتماعي، ياك هذا الشيء اللي كاين. بالنسبة لكم أنتم شنو الموقف ديالكم من هذا، أش من الموقف ديالكم أنتم من هذا الشرط ديال ضروري أنه يكون من بين شروط تجديد رخصة السياقة رخصة الثقة عفوا، هو أنه تكون عند السائق المهني لاسنس ديالو والضمان الاجتماعي ديالو؟ نعم نعم نعم، هذا نقطة اللي سالت اليوم في الاجتماع. والحمد لله لقينا بانه ما كاينش الزاميه في الاداء، هذا هو اللي كنتخوفوا منه، لانه السائق هو غير مستقر في العمل ديالو، وكذلك هناك شركات اللي ترخصت من طرف الولايه اللي عندهم العدد من السيارات، وقانون الشركه كينص بانه لابد يكون تم عقود شغل ويكون تسجيل لدى صندوق الضمان الاجتماعي من المشغل ديالهم كما كباقي القطاعات. ولكن بالنسبه للسائق الان اذا ما يجدد الرخصه ديالو عنده كيعطي واحد الرقم، واحد الرقم تسلسلي اللي موجود الان عند جميع المواطنين، ربما كاين اللي يتصل به عبر الاسميس او على رساله مضمونه، وكذلك اللي عندهم بطاقه الانخراط ديال صندوق الضمان الاجتماعي القديمه اللي كان كيشتغل في اي ميدان من الميادين. هذه الامور هما اللي الان كيطلبوها في الولايه في قسم ديال الرخص بطلب تجديد ديال رخصه الثقه، سجل مع ذاك الرقم بانه راه مسجل او مقيد لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ولكن ما غير ملزم بانه يجيب لهم توصيه الوضعيه او انه خلص او ما خلص. هذا هو اللي كان عفوا على المقاطعه، لان هذا مهم ان المغرب كلشي كيتحدد على الضمان الاجتماعي انه يكون كذا يكون محمي صحيا الى اخره. انتم كتقولوا بانه الشيفور غير ملزم، ما فهمتش انا غير ملزم، في حين انه انتم كنقابيين كجمعيات كاطارات خصكم تشجعوا انه السائق توك تفرع على الضمان الاجتماعي. هذا مشروع ملكي اللي بغى صاحب الجلاله بانه تكون هذه الحمايه الاجتماعيه من التامين الصحي لدى جميع المواطنين. ولكن انتم كتقولوا بانه بلانا غير ملزم، ما فهمتش انا. لان هناك عدد من الامور اللي خاصها تسويها. اولا السائق المياوم اللي عنده رخصه الثقه وبطاقه مهنيه هو يعني اجير، والاجير له عدد من الامور باش يكون بحاله بحال الاسوات ديال الاخوان ديالو العمال. وكاينين المهنيين اللي عندهم يعني كفول الاستغلال، هذا كاين كفول في الخانه وغير الاجاره، لابد يؤدي الواجب ديالو ويخلص. ولكن هذا السائق اولا ملي غادي يخلص واحد التامين الاجباري الصحي، وكاين بعض الاوامر الاخرى المسائيه اخرى المزايا داخل صندوق الضمان الاجتماعي، كان المفروض 500 درهم بالشهر باش يكون عنده تعويض عائلي ويكون عنده تقاعد ويسكرز التامين الاجباري الصحي. هذه النقط كلها ما يمكنش يقبل عليها هذا السائق اللي ما كيشتغل يعني بواحد الاستمراريه وما عندوش الاستقرار. كان عنده السائق كيخرج من الدار واش يلقى التاكسي ما يلقاهاش، اذا هو في شبه يعني العمل غير المستقر. وهنا حنا بقينا نقص الخطر، لان هناك فئه عاشه عندها امور اخرى لا يكسب، لان الان اي سائق كيتوفر على رخصه الثقه وبطاقه مهنيه كيكون مسجل تلقائي لدى صندوق الضمان الاجتماعي دون وضع ورقه تقنيه هو يشتغل او لا يشتغل او كيفيه الاشتغال ديالو. وهذو هما حنا اللي قلنا ان هناك تخوف. والان ولايه اكادير او قسم منح الرخص الثقه هي غير مجبره باش تقول واش خلصتي ولا ما خلصتيش، يعني كانوا اخرين. حنا رخصه الثقه هي ما كتدل بانه راه كيشتغل، رخصه الثقه هي الا بدايه البحث عن العمل. اذا كيفاش هذا السائق غادي يلزمو في هذه الامور اللي هي ثقيله عليه؟ هذا هو اللي خص نفهمو. اما حنا واجب على الحكومه تنظر في هذه المساله، وكذلك التنظيمات اللي جاب بها السيد الوزير الداخليه مشكور في المذكرة الوزارية الأخيرة، وكذلك القرار العاملي اللي كيعطي أن كل سائق يشتغل لدى مشغليه
التسجيل ديالو واجب عليه ديالو يسجلوا هذا صندوق الضمان الاجتماعي وتكون عند النسبه ديالو ديال 70% اللي كيخلصها البادرون بجميع القطاعات. هذا غادي تكون ولكن السائق يتكلف بالمصاريف ديال هذه الامور كلها وزياده على المعيشه غير زائد على المسؤوليه ديال من هذه انه السائق دائما السائق هو الحلقه الاضعف كاع في هذا المنظومه ديال التاكسي. هو النظام ديال المعدنيه خصو ما يبخاش وما يكونش الدخله داخل القطاع ديال سياده الاجره كما كان. راه قلت لك دابا الحمد لله الان بدات يعني الزاميه تاسيس الشركات بالنسبه اللي عندهم عدد من السيارات الاجره، وهذا الشركات الان ملزمين عليهم يمشيو في قانون ديال الشركه اللي فيه واجبون اللي هو شغل. وكذلك الان ان شاء الله مستقبلا غادي يكونوا يعني يتشلوا عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي بقانون ديال الشغل. ولكن لحد الساعه ما يمكنش هذا السائق اللي كيشتغل لدى مشغليه يعني بتبعيه كما كنقولوا وما السياره ماشي ديالو ما عندوش الاستقلاليه ديال العمل وما كيعمل واحد العمل اللي هو مستقل باش نصنفوه مع غير الاجره باش يتكلف بالمصاريف ديال الانخراط. وهنا كاين نوع ديال الخلط ما بين السائق المهني المستغل والسائق المهني المزاول. هنا الوزاره الوصيه وكذلك صندوق الضمان الاجتماعي ووزاره النقل خاصهم يضبطوا هذا الملف بطريقه معقوله ويجلسوا مع المهنيين باش يوضحوا لهم هذه الامور. نعم. كاين واحد النقطة أخرى كتعلق بالدعم من جميع المواطنين كيتسائلوا بالنسبة لك الدعم ديال البنزين اللي كتعطي الحكومة شنو كيستافد منه، واش الشيفور ولا مول كريمة؟ الحمد لله الآن الأمور بدات كتستوى لأنه هذه واحد سنتين ودائما النقابين والمناظرين ناضلوا من هذا الملف لأنه سيد وزير الداخلية وضع واحد المذكرة الوزارية 1026 اللي كتحث العمال على صعيد المملكة أن كل من تبت أنه خذ الدعم وما أعطاش المستحق ديالو كسائق اللي كيدير الغازوال خص توقف السيارة ديالو ويرجع المسألة لما ما أعطوش هذا الأمانة للمواليها. الآن بعد الأخذ والرد وصلت الولاية أكادير لواحد الحل لأنه كاين بعض الناس اللي سمحهم الله كيفتيو على أن السائق أعطاه وما أعطاه خاص واحد الإثبات الآن لأن الدولة بطل الأخطاء. أنا بنقول لك بأن القضاء غير محكم والقضاء ستهيكل باش تكون فيه الأمور كلها كل واحد يدير حكم. واش القضاء التاكسي القضاء التاكسي في المغرب غير محكم كتخدموا بعشوائية وبلا فورمين والحكومة اللي قالتها في 2019 في أيام ديال كورونا رئيس الحكومة السابق قال بأنه من القطاعات غير المهيكلة رغم أنها تسمي بعض الضوابط كقرارات المذكرات التي لا ترقى إلى قوانين. وكيف جباب سيبوا المعسي العفوا دابا كتصدر قرارات كالدوريات وكتهم هذا القطاع وكيفاش أنه كتصدر قرارات ودوريات ومراسيم كتهم القطاع قطاع غير مهيكل ما فهمتش أنا هذا المقارنة. نعم لأنه خاص قانون مؤطر وتنظيمي خاص بحال جميع القطاعات. الآن هذه القرارات إلا تنظيمية يعني ولكن القانون منظم لها باش يكون غادي يلحقوا وحنا دابا غادي نفوت في التاريخ الآن الحمد لله لأن 2013 كشفات هذه الاختلالات ماشي هذا الخلال ديال زيادة الأجرة عدد من القطاعات. منذ ذلك الوقت اللي الحمد لله نتمناو ما بقيش لا المغرب لا العالم يجري يرجع لذيك الفترة ديال زمن كورونا، وهذا زمن كورونا أعطى عدد من الاختلالات منها المشاكل اللي تخبط فيها القطاع ديال سيادة الأجرة. لذلك صنعت الآن وزارة الداخلية كتنزل هذه المذكرات لتأطيره وكذلك فضح عدد من المعاملات اللي الناس اللي دخلوا للصورة داخل القطاع ديال سيادة الأجرة بنية اللي غير منفعة القطاع وكذلك الدولة وكذلك المصالح وهنا كيتهضموا الحقوق ديال هذه اليد العاملة داخل القطاع ديال سيادة الأجرة. نعم السي أبو المحاسن في مراكش تم سحب تقريبا شي 300 رخصة بسبب أن بعض السائق كيديروا ديك العملية ديال الانتقاء. بالنسبة على مستوى كبير واش كاين عملية انتقاء بين 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 الزبناء؟ إذا ضبطت شي سائق هذه الحالة راه غادي تضبط عليه بحال ما ضبط على أو ما طبق في مراكش لأن هناك قرار اللي كينص على عدد من الأمور ومن بينها ما كاين لا تمييز ما كاين لا انتقاء ما كاين لأن زيادة الأجرة للمواطن وللركاب إلا شيرت ليه كتولي ملك الزبون اللي شير ليها في حين أن سيادة
السيارة إذا توقفت الزبون أو كانت كتتنا راه ملك ديال ذاك الزبون اللي وقف غير كبلية ما بقاش ملك ديال السيارة الأخرى لأنها هي خرجت أصلا لنقل الزبناء من وإليها. طيب مثلا مواطن غادي يوقف التاكسي تاكسي خاوية وقف مثلا قال لي اديني اللي راك قال لي انا ما غاديش اللي راك دابا هذا الزبون دابا شنو غايدير؟ كاينه حالتين لان السياره الا مشات توقفات راه كيما قلت لك اذا وقفت السياره وقفات راه ولات ملكي الا زادت يعني عنده شي حاجه غيقوم بها اما غادي يمشي يتبدل مع سائق اما عنده ديريكت شي عنده شي امطار ولا شي حاجه لان مازال ما وصلنا بحال الدول المتقدمه اللي عنده بعض العلامات اللي كتبين بانه اورفيل او اور سيرفيس. الان إذا وقف سيارة من سيارة الأجرة تجي عنده وعادت ليه المكان ما نقول ليه المكان ماذا موقف ليه أختي نفتح الباب ونركب لأنه ولات سيارة ديال الزبون. ولكن الناس أما إذا إجاب الله هكا الزبون راه عنده طرق ديالو باش يتباع المفاتير وغادي تدابير قانونية ضد هذا السائق اللي ما بغاش يقوم ذاك العمل لأنه اليوم منعم كليا يعني تقلب على الزبون او تختار من الزبناء او تختار من تاع الوجهه اللي بغيتي تمشي ليها الا في حالات اللي فيها واحد الوقت ديال التبادل او ان هناك عطب او اشكال السائق ديال الاجره او عيط ليه شي حد غادي ليه خصو ما يوقفش الا مشى توقف الزبون. طيب مثلا احنا مقبلين على الصيف دابا مواطن جاي من لابلاز داز حدا فندق معين مثلا قد تاكسيات واقفين مش عاد مول التاكسي قال لي وصلني كذا قال في بعض الحين كيقول لي لا يمكن عليه ان يقول لي لا يمكن وما يعني كيقول كاين هو كاين مواطن كيقول لك دير كيفضلوا السياحه دي انا ما كنتشوف السياب انا ما كنتبنى حتى موقف فقط انا كنحاول ما يمكن ناخذ ديك الالتزامات ديال المواطنين ونحكم نتوما انه تردوا عليه ولا اقل ولا اكثر بالنسبه للانسان جاي باين لك التاكسي قال لي لا نعم تفضل الزبون كيخلي حقه انا الى جيت في السياره ما بغيتش يعطيك ولي خصني نقوم معاه بالاجراءات القانونيه هذا هو اللي جعل مدينه مراكش تحبس 300 سير رخصه لدوك التاكسيات اللي كيختاروا للاجانب لان السياره معموله لجميع المواطنين سواء كان مواطن مغربي او اجنبي لا فرق بين هذا وهذا لان مازال ما كاينش اشاره اللي كتبين ديك السياره خاصه لواحد الفئه دون فئه الا أن الحمد لله الآن بحال دابا كاين ديك الباخرات أو المطار أو هاد الأمور كاين سيارات اللي عندهم مواصفات والسائق حتى هو يكون عنده واحد المواصفة باش يمشي يلتجأ المطار لأن كنعرفوا عدد من المشاكل اللي كيتخبط فيها السائح لأنه سير الأجرة هي مرآة للسواح والمدينة ولذلك اختارت هاد المسائل بعد الشروط كيكون عندهم واحد الرأس اللي سميتو ماكارولا اللي هذيك السيارة عندها الحق تمشي المكان في كينا سياحة بالنسبة للمطارات والموالي فقط أما أمام الفنادق هذوك علامات الوقوف فيها خمسة ديال السيارات اللي خصها يوقف أمام الفنادق بتناوب باش ما يكونش واحد الفراغ في وسط المدينة من الزبناء قريب كنحطوا خمسة السيارات ربما شي زبون جاي معاق سائح او عنده شي يعني شي حاجه زربانه المطار غادي يهبطوا كيكونوا دوك السيارات راهنا الاشاره ولكن كل عدد ديال 20 سياره 15 سياره امام الفندق وما تهزوا المواطن هذا حنا كمهنيين كمهنيين القضاء كنستنكروا بحال هذه الافعال لان هناك بعض الناس سامحهم الله ولكن اذا تطبق عليهم القانون والحمد لله راه الولايه مشكوره دائما يوم الجمعه اللي بغى يعرف المواطن يمشي للقسم الاقتصادي يشوف واحد اللجنه تاديبيه اللي كتكون من رجال الدرك رجال الامن رؤساء الاقسام دائما كيتبتوا في هذه الملفات ولقاو كيدير هذه المسائل فتطبق عليه عقوبه من يوم الى شهر الى ثلاث شهور الا استحب المؤقت الى السحب النهائي الامور كلها كاين القانون ديالها. سي ابو المحاج كاين واحد نقطه اخرى هي كلش كيتحت عليها هي ديال التطبيقات في بعض الاحيان بعض المواطنين انه كيقول مادام ان مثلا كنمشي حدا البحر ما كنلقاش التاكسي ولا كيكون الدارت ولا كذا ولا بغيت مثلا عوض انا نمشي للمطار مثلا 200 درهم
حس لي انا نعيط على السياره عبر سميتو داك التطبيقات ان درايف، اعتقد 80 درهم حس لي وكذا. بالنسبه لكم انتم كيفاش كتشوفوا اقبال المواطنين على التطبيقات، على هاد النقب بواسطه التطبيقات؟ هي فكره محببه، والتطبيقات حنا كنشجعوها، ولكن ماشي بهذه الطريقه، لانه الحاجه اللي هي مرخصه اعتبر عدد من العواقب. كنعرفوا بان السياره اللي هي ما عندهاش واحد التأمين الخاص بها وما عندهاش واحد الترخيص ديالها وكتشتغل بهذا النوع ديال التسويق، كنخلها في الخيمات ديال الخانات ديال النقل السري. والنقل السري راه عنده العقوبات ديالو ديال المشاكل. وبالنسبه عاوتاني للمواطن ما عندهش واحد التأمين اللي خاص به، ولكن خاص الان حنا حطينا مشروع ذاك النقابه الديمقراطيه للنقل لدى وزير النقل لهذا الاشكاليه، وبينا نتبناو حنا كسائقين عاقلين كسائقين شباب يكون عندهم ترخيص لهذا النوع، ونخرجوا السيارات الجديده ويكون واحد التنافس شريف اللي غادي يكون مزيان حتى لهذ التطلعات اللي مقبل عليها المغرب. ولكن بهذه الطريقه وبالسكوت ديال الحكومه والوزاره اللي تستثمر هذا الملف كيجعل واحد النوع ديال الفوضى اللي الناس لا علاقه لهم بالقطاع ديال سياره الوزراء او لا لهم علاقه بمهنة السياقة وممكن تنفرج على بطاقة مهنية أو غير ذلك، فقط عندهم سيارة وعندهم هاتف النقال يعني اللي هو رقمي كيدخل لهذا التسليق وكيشتغل بحرية وارتياحية، وهذا فيه نوع من المخاطرة وفيه نوع من النوع ديال المجازفة لا بالنسبة للسيارة لا بالنسبة للزبون. ولذلك خاص الحكومة تدخل في هذا الشأن باش ترخصوا المهنيين وباش المواطنين والزبون باش يستفد من هذا النوع. ودائما كنقول هذه التطبيقات خاص يستفد منها المهنيين بترخيص يعني تفويضي لهذه الفئه اللي بغات تشتغل بهذه الطريقه. الناس يبون محاسين في بعض الاحيان، بعد السائقين التاكسي كنعتقد الدار البيضاء تعتقد الرباط، هما في بعض الحين هما اللي كيلقيو القبض على هاد اصحاب التطبيقات. بالنسبه لكم انتم واش من حق هاد الناس هاد مثلا مول التاكسي سيف مثلا السائق شي واحد مول التطبيقات هاز الناس هاز مثلا زبناء وكيوقفوا استدامات وكذا، وبالتالي هذه جريمه الناس اللي كيقوموا بها. أنا كاين الأمن في البلاد، رجال أنا مولي مسؤولين. هاد الناس اللي داروا هاد المسائل راه باقي الملفات ديالهم كتصدر في المحاكم والقضاء، لأنه كان هناك عدد من التجاوزات في هاد الشأن كيفية حتى وصلت الاعتقالات ومن بعد ولا الصراح الموقعات حتى ضمانات العدد من الأمور. حنا ما كنشجعوش السائقين لهذا النوع ديال البراكاج كما كيسموه، أو المقاومة ما بينه والبراكاج وقطع الطريق للسيارة الأخرى، لأن هناك أمن. ثانيا القانون الجنائي راه هو أي واحد قام بهذا العمل راه كتطبق عليه المسطرة الجنائية. أما بالنسبة للآخر اللي كيقوم بالنقل السري راه عنده مدونة السير واللي كتطبق عليه هو السحب والسيارة الحجز كاين أمور. إذا الأمن خصو هو اللي يشتغلوا كما قلت، عندنا الحكومة خصها تدخل لأن هذا الشيء كيسيء لينا حنا وكذلك كيسيء حتى النقل والناس الاخرين لقوا رحب، لان هناك عدد من التطبيقات الاخضر والاصفر والالوان والاشارات والاعلانات. اذا مدى كل هذه الامور كاينه وكيشتغلوا بها الناس وكينتقلوا بها خاصه مساطر قانونيه وهذه الثغره القانونيه اللي جعلت هذه الفوضى ما بين المهنيين، لان هناك عدد من السائقين اللي مشوا لهذ الضفه لان لقوا يشتغلوا في قطاع ديال زياده الاجره. اذا هذا اشكال اخر، وكاينين ناس اخرين اللي كيضيفوا ساعات العمل داخل عنده سياره واللي كيكمل العمل كيمشي كيشتغل بهذا النوع. اذا هذه المشاكل كلها راه خطيره على الدوله ديالنا وعلى المدينه ديالنا، لان هي في التزايد وكاينين ناس اخرين اللي ربما غادي يقوموا بهذا العمل لاجل اعمال اجراميه، وهذا الشيء كل شيء خصو التقنين ديالو خصو مصادر قانونيه باش يكون واحد يخدم في اطار ديال النور ماشي ديال الحاجه ديال اللي هي المخالفه. سي ابو المحاسين، واش كاين نقل سيري في مدينه اكادير؟ علاش شرحت لك هذا السؤال هذا؟ انا كنت استضفت انا النقل بعض مسير في النقل السياحي، كيقولوا ودي كاين نقل سيري سياحي في مدينه اكادير. بالنسبه لكم انتم واش فعلا كاين نقل سيري في اكادير وسط المدينه؟ كاين نقل، كاين انواع الاشكال ديال النقل السيري، كاين حتى الدراجات ذو العجلات ثلاثه حتى هما كيديروا النقل السيري، كاين العربات المجروره، كاين السيارات اللي عندهم قنية الغاز، عندهم عدد من
الأسواق السوق الأسبوعي على المدينة أمام الأحياء، وهناك يكون بأن هناك إشكال في نقل التنقل لمدينة أكادير وبعض المدن، وكما نعرفوا أكادير في التوسع وفي التزايد العمراني والسكنة، ولذلك على يعني المسؤولين في مدينة أكادير. والآن كنعرفوا بأن بعض النقاط بيتسم في الأرسية في أجر السيستاني وبعض النقاط أخرين نقلوا فيها، وهذا كل شيء خص واحد الرؤية شاملة لدى جميع المسؤولين كان محليين أو جهويين وحتى وطنيين لكي يدبروا القوانين في القبتين لمنح رخص جديدة لواحد الفئة معينة باش تكون بواحد العمل، لأن الآن الفراغ وهذا الازدحام كما قلتي والمواطن خاصو باش غادي يوصل أي وسيلة كاينة قدامو راه غادي يركبها باش يوصل، ولكن العواقب هي اللي صعيبة من بعد إذا كان شي مشكل. هذا هو المشكل، انا كنتواصلوا معنا مجموعه من المواطنين في امالو في الدرارقة يقولوا لي عندنا مشكل ما عندناش التاكسيات ما كيوصلنا حد، وبالتالي كنضطروا انه نجيو مع خطاف هما كيسموا عتاق ولا خطاف 14 رواح في السياره وكيركبوا حتى في الكوف وربعه في القدام، حيث انه عندي صور انه كاين واحد مواطن راكب في اليسر ديال الشيفور ديال المقود، وبالتالي كيقول لك اودي حنا اشنو هاد النبنى الا كنمشيو مثلا مع هاد الناس هادو، لان ما كيصنا لا طوبيس ما كيصنا لا تاكسي، وبالتالي هذا كاين مشكل. حنا طرحنا طلبات لهاد المساله لانه بنا سياره الاجره السيستاني تمشي للدراكه، لان الدراكه داخل في يعني عمل أكادير إذا تنام، وكذلك في الجماعات ديال أكادير. الإشكال هو بأن إحنا مازال ما عندنا عمدة بحال مدينة الدار البيضاء اللي باش تجمع جميع الجماعات تجمع جميع العملات باش تكون هذيك السيارة واحد من وتخدم في جميع هذه الجماعات المجاورة للجماعات ديال مدينة أكادير. يعني ما يمكنش الدراجة نسميوها على أكادير، وما يمكنش نسميو أورير على أكادير، وما يمكنش نسميو تغازل على أكادير. إذا هنا خاص إعادة نقل والتنقل والخريطة ديال مدينة أكادير اللي هي الآن في توسع، ومعطيك أنا مثال مثلا يعني المخطط الفريق ديال ما بين تشيلة وأكادير كاين واحد جوج شوارع ولا ثلاثة، إذا دخلت التركيب ديال السيف الثاني ديال مدينة أكادير في ديك المنطقة راه مخالف للقانون، أو كذلك العكس بالنسبة لتاكسي تشيلة وتشيلة شحال عندك بمعنى ما تمشي بمعنى ما تجي عندي ما نجي عندك ما تجي عندي، وهذا إشكال. علاش ما نجمشو كلشي هاد المسائل ويكون عندنا واحد مليون باش تكون سيارة الأجرة كتمشي لهاد المنطقة كاملة، وتا الزبون قال لك مابقاش ينزل ويطلع وهذا ممنوع هذا مسموح، هاد المشاكل كلها اللي كتجعل أنواع أخرى ديال النقل كما قلت العربات المجرورة الدراجة ديال الثلاثة ديال العجلات. المهم الفوضى والفوضى ماشي دارها النقل ولكن دارها يعني المراسم القانونية اللي خصها تقدم الأمور باش كلشي يسال، وهذا دائما طلبات ديالنا ومطالب ديالنا والترافع ديالنا من أجل المواطن وكذلك المهنيين باش يشتغلوا في الإرتياحية وتقدموا على الخدمة في المستوى الزبون، وكذلك ما يكونش عندنا هاد العراقيل. وتكون لأنه هناك بعد واحد الإشكال هاد أنواع ديال النقل السري راه ما خلاك لينا حنا كسائقين المدخول اليومي، راه إلا تحنا كنظرو في الشوارع وفي العشية كنخدمو على البومبة ديال المازوت وكنخدمو على الزيت وكنخدمو على مسائل أخرى وكنظرو راه خدامين، وهذا هو الإشكال. ولذلك السائق ملي كيشوف هاد المسائل كلها كيقوم بأعمال يعني اللي ما كنطلبوها حنا وما كنتمناوها تكون فينا باش يحاول يسترجع واحد المبلغ باش يحافظ على الرشيده كما كنقولوا ويحافظ على بلاصتو، لان الى بدا سوا نقص راه التمول كيجي كيجري عليه وكيجي واحد الاخر وكيجي واحد السائق اللي هو مبتدئ وجديد، وهذا كيقوم بالاعمال اللي هي كما قلنا ما كيبغيش يهز هاد الوجهه وما كيبغيش يهز هاد الزبون وكيختار، وهذه النوع كلها هي اللي جعلت هذه المشاكل كيتخبط فيها قطاع ديال سياده الوزراء، وكتكون هذه الرؤيه من طرف الزبناء وكنطلبوا العذر وكذلك من الزبناء ديالنا اللي يفهموا هذه الامور كلها، لانهم هاد السائقين راه كلهم من عائلتهم ومن جيرانهم ومن احبابهم، وما تكونش واحد النوع ديال الكراهيه، لان بغينا تعاود ديك المحبه اللي عرفناها في السبعينات والثمانينات والتسعينات ما بين سائق سياده الوزراء وما بين حال المواطن، وهنا غادي نزيدوا لقدام مع هذه الامور. وكذلك ندائي لسائقي سياده الوزراء حاولوا تقدموا خدمات لمستوى المواطنين وما تخليش المواطن بزاف ينتظر في بعض الاماكن، وخصوصا في السوايع ديال
ديال اللي كيكون فيها واحد النوع ديال الاكتظاظ. وهذا هو يعني دائما اللي كنقوموا به، لا تغطية لا توعية، دافع لفائدة السائقين باش نوصلوا لهذا يعني لهذ الأهداف النبيلة، وتكون واحد صورة جيدة ماشي ديك الصورة النمطية اللي دائما كياخذها الزبون اتجاه هاد سيارة الأجرة. شكرا لك سي حسين أبو المحاسن كنشكر. شكرا سي حسين أبو المحاسن الكاتب الوطني ومنتدب للأمين العام للنقابة الديمقراطية للشغل، شكرا لك. شكرا لك سعيدة. متابعات متابعات رصد يومي لأهم قضايا واهتمامات المواطنين. متابعات متابعات من الاثنين إلى الجمعة من الرابعة إلى الخامسة بعد الزوال على راديو بلس.